المسيح قام. المسيح قام. المسيح قام. فلنسجد لقيامته المقدسة ذات الثلاثة الأيام. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. أيها الأحبة، ما أسعدها صخرة استحقت أن تستر وتكشف المسيح، ومغبوط ذاك الذي يفتح القلوب، شأنها شأن القبور. طوبى لمن يمنح الإيمان بالقيامة والقيامة للإيمان، عندما يشهد أن الجسد الإلهي قد قام. فهنا ينقلب نظام الأشياء، لا يبتلع الرمس الميت كما هو طبيعي، ولكن الرمس يبتلع الموت، ومرتع الموت يمسي خدرا محيا. ها هو نوع جديد من الأرحام يتلقف ميتا ولكنه يلد حيا. بهذه الكلمات اختصرت ريشة بطرس اسقف رافينا، وقد توفي عام 450 ميلادي. بهذه الكلمات اختصر حدث القيامة المعجز. بهذه الكلمات تخفق قلوبنا. نحن بيعتا يسوع فرحا بانتصار السيد على الموت الذي تسيد جبلتنا. عيدنا اليوم هو عيد الافتقاد الإلهي، عيد النقلة إلى السماوات كما تسميه ليتورجية سحر القيامة. عيدنا اليوم هو عيد الحكمة الإلهية التي استعلنت ظافرة في طلبها ما ضاع عنها، فكنست الدنيا كي تجد الدرهم الضائع، أي الإنسان. عيدنا اليوم هو عيد الفصح، عيد العبور من إنساننا القديم إلى إنسان جديد اكتسحته المحبة الإلهية وزنرته بالرجاء، فمضى برفقة يسوع من علياء صلبه إلى باطن رمسه، ورآه محطما قيود الموت وأمخال الجحيم، فأفاح للدنيا بأسرها بشائر النصر، مرتكدا مع النسوة حاملات الطيب، مطلقا معهن دموع الفرح. عيدنا اليوم ذكرى محاق الظلمات أمام البازغ من القبر. عيدنا اليوم عيون تبكي فرحا، وفرح يكتسح العيون التي قرحها الدمع. عيدنا اليوم هو تجلي المحبة الإلهية وسطوع هذه المحبة. عيدنا اليوم هو عيد انكسار شوكة الموت وتحويله رقادا على رجاء لقيا الرب. عيدنا اليوم هو فرح الرعاة المكتمل وبهجة يوحنا السابق. عيدنا هو بهجة صالومي ودموع فرح المجدلية. عيدنا هو اعتراف بطرس ويقين توما. عيدنا اليوم هو موت شاول وحياة بولس. عيدنا اليوم هو خزي قيافة ومجد اللص الشكور، هو عار بيلاطس ورفعة لونجينوس قائد المئة. عيدنا اليوم هو يوم الرجاء وربيع الخليقة المفتداة بالدم الكريم.
عيدنا اليوم هو مسح دموع المجدلية الخاطئة وفيض دموع المجدلية الفرحة التي اكتحلت عيناها بمرأى الرب الناهض والمنهض معها جبلتها. عيدنا اليوم حربة فتحت جنب السيد وأدفقت منه ينبوع حياة لكنيسته دما وماء، وحربة فصحية طعنت قوة الموت ومزقت وجه اليأس والقنوط فأفاضت الحياة للجميع. عيدنا اليوم سيد يزيح ثقل الحجر ويكشف قعر الظلمة لوميض النور. عيدنا اليوم قبر جديد يتقبل أحد الأموات فيمسي رحم ولادة أبناء الحياة ومبعثا لنور فاض على المسكونة. الفصح بمعناه الأصلي هو عبور. نصلي ونرجو الرب الخالق أن يكون فصحنا فصح سوريا وعبورها إلى مرسى السلام وبر الطمأنينة. نسألك ربي أن تكتنف سوريا وأهل سوريا برأفاتك، وأن تجفف دموع أعين تاقت إلى سلام وإلى وئام. أعطنا يا رب نور سلامك، فقه الجميع أن فاتورة العنف أغلى بكثير من فاتورة السلام، وأنر الكل ليفهموا أن سوريا التي أنبتت الحرف أي الأبجدية العلم والحضارة تستحق منا ومن العالم كله أن تبقى عروس الحرف لا مرتعا للتطرف والتكفير والإرهاب. كما أن خطف المطارنة والكهنة لن يخطف منا الأمل أن هذه الديار التي عهدنا فيها رونق سلام ستعود إلى سابق عهدها بقوة الله وبإرادة شعبها السوري. قولوا لي بربكم، قولوا لي أي ذنب ارتكب المطرانان يوحنا وبولس؟ أنا أقول لكم ما هو ذنبهم. ذنبهم أنهم رسل سلام، وقدرنا جميعا أن نكون رسل سلام، رسل سلام لا استسلام ولا استكانة لصوت خنوع وتسليم لتيارات غريبة عن فكرنا وتعايشنا مسلمين ومسيحيين. صلاتنا إلى الرب الإله أن يعطي سوريا روح سلامه الحق. نسألك أيها السيد الناهض من بين الأموات أن تنظر بعين رأفتك إلى هذا الوطن الجميل وتترع قلوب أبنائه ببريق سلامك. وبعد أن زرنا البارحة بلدة معلولة وبيوتنا هناك وديرتنا وكنائسنا ومساجدنا، نقولها أيها الأحباء، نقولها للدنيا كلها، إذا كانت حرية البعض تعني نزع صلبان الكنائس والأديرة ونبش القبور وتخريب المساجد وحرقها، وإذا كانت حرية البعض تعني
تدمير المنازل والبيوت وتخريب عيش مشترك عشناه ونعيشه مسلمين ومسيحيين، فبئسها حرية، لأن حريتنا ولأن ربيعنا يقومان على لقيا الآخر وعلى النهوض معه بأعباء وطننا الجريح. ومن هناك البارحة من معلولة بعثنا بسلام قيامة لكل بقعة من التراب السوري. من معلولة أرسلنا سلام قيامة لدمشق وقاسيونها الشامخ، لحلب الغالية ولأبنائها الخيرين، لحمص وناسها الطيبين. من صخر معلولة أرسلنا سلاما قياميا لبلاد العرب الصخرية، أي حوران والجبل الأشم، سلاما قياميا للازقية، لطرطوس، لإدلب، لحماه. أرسلنا سلاما من عروس القلمون لعروس الفرات، وأعني الجزيرة السورية ولأبنائها. نعم، من معلولة التي تحكي لغة المسيح أرسلنا سلاما فصحيا قائما من تحت رماد التكفير والإرهاب، أرسلناه سلاما لكل بقعة في بلادنا الغالية. والآن وفي هذا القداس الإلهي ومن مريمية دمشق أجدد هذا السلام الفصحي ولكل أبنائنا في سوريا، وأقول مسلمين ومسيحيين، نحيي اليوم سيادة الرئيس، رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، كما نحيي فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان، لأن هذا السلام الفصحي هو سلام قيامة لبنان أيضا وقيامة أبنائنا اللبنانيين. لبنان مدعو أيضا بمنطق الحوار والعيش المشترك إلى تجنب فراغ السلطات وترسيخ أسس المواطنة. وعندما نتكلم عن المواطنة فهذا يعني أننا ننطلق من الوطن ونترفع عن حساباتنا البشرية الصغيرة. عندما نقول مواطنة فهذا يعني التمترس خلف الوطن والنظر إلى خير إنسانه باستثمار ثرواته وإيصالها إلى الناس لا رهنها بمصالح أخرى. في ملف الوطن حري بنا أن نذيب ملفاتنا، وإذ ذاك تكون المواطنة مواطنة حقا. من هنا أيضا من حنية هذه الكنيسة المريمية المقدسة في دمشق أرفع صلاتي أيضا إلى السيد الناهض من بين الأموات من أجل العراق الذي يرزح كما غيره تحت التفجيرات الآثمة، من أجل مصر العزيزة التي تعبر مرحلة صعبة، من أجل فلسطين الجريحة مهدي المسيح الذي نحتفل بقيامته اليوم. نرفع صلاتنا من أجل المشرق كله ومن أجل العالم أجمع، وأخص بالذكر أبناءنا الأنطاكيين في
بلاد الانتشار في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في كندا، في أمريكا الجنوبية، في المكسيك، في فنزويلا، في تشيلي، في الأرجنتين، في البرازيل، في أستراليا، وفي كل المناطق التي يتواجدون فيها. سلامي لهم جميعاً بالمسيح الناهض من بين الأموات. ورسالتي لهم اليوم رسالة عرفان بواجب أتموه ويتموه أيضاً، وهو مساندة إخوتهم في الوطن وشد إزرهم وقت الشدة. أعطنا يا رب، أعطنا يا رب أن نجوز بعونك صليب بلادنا، وأن نرى في قيامتك قيامة لأوطاننا ولإنسانها، لكي نصرخ إليك بفم قديسك يوحنا البار ابن دمشق، يوحنا الدمشقي، لكي نصرخ معه مرنمين: أيها المسيح المخلص، إننا أمس قد صلبنا معك، واليوم نقوم معك بقيامتك. أمس قد دفنا معك، فأنت أهلنا معك لملكوتك. الرب يحميكم ويحمينا جميعا. نشكر التلفزيون العربي السوري أيضا لنقله هذا القداس الإلهي: المسيح قام.